السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام البنات، معكم أسماء من قناة Everything with أسماء. اليوم جيتكم فيديو جديد، ولكن قبل ما نحكي على هذا الفيديو وقبل ما نحكي على الموضوع، حبيت فقط ندير شكر وحب وتقدير لكل المشتركات المشتركين اللي جاوا جدد في قناتي، ونشكر ايضا المشتركات اللي كانوا من قبل، نشكرهم كامل، نشكركم بزاف 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 على لي كومونتير، يعني التعليقات الحلوه اللي راكم دعموني بها، يعني كلام صدقوني ما نلقاش، ما عنديش وصف كيفاش نوصف لكم لما نقرا اي تعليق. واسفه اذا في ناس ما جاوبتهمش التعليقات، لانه بارفو ما تجينيش لي نوتيفيكاسيون، معناتها ما تجينيش باللي راكم معلقتو حتى وين ندخل فيديو مثلا قديم، كاين حتى ندخل هذاك الفيديو كومبارازار باش نقدر نقرا تعليق جديد، ساعات ما تجينيش هكا وش تعليقات جدد يعني في النوتيفيكاسيون، لذلك سامحوني اذا ما رانيش نلقى لكم. صدقوني كل ما نلقى نحاول على قدر الامكان اني نعلق على كل واحد فيكم، مانيش من الناس اللي نتجاهل، بالعكس بالعكس، حتى وش يكون هذا التعليق صدقوني لما ندخل ونشوف التعليق ونحوس هكذا في الفيديو، نحوس نشوف بالك كاين تعليق ما جاوبتش عليه، فكاين ناس نحب ما على باليش نبعث لهم تعليقات، ولكن للاسف يجيني ايغور، ما عرفتش كاين مشكل في اليوتيوب، فسامحوني بزاف اذا ما رانيش ندير نرد عليكم، مانيش انا فقط، خطا يكون خطا من اليوتيوب ولا خطا اخر، هذه هي، لانه انا ما نحبش اي انسان يعني ما نرجعلوش تعليقه، خصوصا ما يكون تعليق يعني ايجابي ومليح بزاف. نشكر كل يعني كسوسوا اليوتيوبرز صديقاتي ولا حتى الناس اللي ما همش عندهم يعني هم قنوات، نشكرهم بزاف بزاف، عاد عندي يعني غراس افو عاد عندي صديقات يعني من كل انحاء العالم، هما عربيات ولكن بكل بلاصه، يعني فرحانه بزاف لاني اكتسبت صديقات، هذا هو كان هدفي من هذه القناه، صدقوني والله ما عندي حتى غرض، حتى اني كنشوف عمري كيما راكم تشوفوا راه مانيش حاطه المشتركي عدد المشتركين تاعي هكذا اكسبري بالدمه، باش اول حاجه انا ما نشوفش ما ندخلش قد عندي مشتركين، ما يهمنيش العدد قدر ما يهمني انه كاين صح ناس تستفاد، ما يهمنيش اني نعمل النومبر سيغتان نومبر عفوا مثلا نعمل عدد كبير في اليوتيوب، لانه ما عندي حتى غرض اني نربح عدد مشتركين، لذلك ما نحبش انا نظهره لانه ما عنده حتى لازمه، ما عنده حتى معنى اني نظهره يعني هكذا قدام العالم، حتى لو عندي قداش يعني 100 مليون ما يهمنيش، فقط يهمني هو صداقتكم حبكم ليا، انكم صح تستفادوا ماشي فقط هكا راكم ابوني وخلاص. هذا اللي حبيت نكون تكون مقدمه صغيره، درك حتى تحط بتيكر هدايا باش نعبر لكم على هذا الحب الخالص يعني من اعماق قلبي، حتى عندي صديقات من لبنان من السعوديه من العراق، راني فرحانه بزاف مهما يقولوا لي، راني مساكن يقولوا لي انه نحب نشوف قناتك ولكن تجينا صعيبه باش نفهموا اللغه تاعك، راح نحاول باذن الله اني نبسط لغتي وان شاء الله يا ربي تفهموها كامل كامل. الوغ الفيديو تاع اليوم هي كما شفتوا كما تشوفوا في العنوان، هي واش الطريقه اللي او وسيله اللي نستعملها لنزع الشعر اللي فوق الشفتين او كما نقولوا هنا بالفرنسيه لي موستاش، لانه هذا لو سوجي بزاف البنات كيش نقولوا يعني مني وجبد كما نقولوا، بكون نعاني من هذا الموضوع نزع الشعر بصفه عامه، على بالي البنات كامل عندهم مشكل في هذا في هذا الموضوع، دونك ان اليوم راح نحدثكم عن الوسائل اللي انا استعملتها وندمت اني استعملتها، وعن الوسائل اللي قاعدة نستعمل فيها الى اخره، فكملوا يعني كملوا معايا لاخر الفيديو باش تستفادوا اكثر. الوغ انا اول شيء نحكي بصفه عامه المناطق الاخرى، انا كما قلت لكم انا كنت انا نستعمل ديما هاد ليبيلاتور هذه
براون انا استعملها كيما بالنسبه للناس اللي تحب تعرف اكثر عليها تروح يعني جدد تروح الفيديو تاع الريفيو راني مدايره رايي الشخصي في هذا لاباري راح تلقاوها في الفيديو وراح يعني كاش نقولوا تعرفوا عليها كل شيء مانيش راح نحكي عليها اليوم فقط انا حطيتها باش نحكي عليها عن لي موستاش بون كيما قلت انا المناطق الاخرى نستعمل هذه دائما ما عندي حتى اي بارفوا اكيد نستعمل لاسيغ مش دائما كيما قلت لكم انه الشعره يعني الشعره تاعكم على قد ما تولي فيها باي وسيله من الوسائل اللي تستعمليها انت في اي منطقه من مناطق في الجسم مثلا انا لما نستعمل هذه الماكينه هذه انا استعملتها مده يعني في الاول كانت صح لما تنوض الشعره تنوض شويه مش كيما فلاسيغ يعني مش كيما الشمع مش كيما هاديه لكن لما تعودت عليها صدقوني كيفاش نقولوا حنا الشعره تعودت على انها ننزع الشعر تاعي بهذه الماكينه جبتها وقت وانا زمان وانا بها لما رجعت حبيت مثلا نرجع باش ندير الشمع او لاسيغ صدقوني انه تفاجأت انه اولا حاجه دارت لي ايريتاسيون يعني دارت لي التهاب يعني احمرار في الجسم في الجلده في الجسم عفوا و اون بليس الشعره نضت لي يعني نضت لي بواحد يعني الطريقه شغل مش كيف نشرح لكم شغل الشعرات عشوائيه هكذا فاستغربت جدا انه لكن عرفت انه بعدها انه اي وسيله تتعودي عليها مثلا لو عودتي انك تنزعي الشعر تاعك بلاسيغ راح توالفي لما تغيري راح يتغير نمط تاع يعني كيفاش ينوض الشعر نتاعك يعني كيفاش ينبت مثلا لو عودتيه على انك ديريه بشفره الحلاقه اكيد راح يوالف على هذاك الريتم وراح ينوض خشين فاذا لما تغيري مثلا لكن اذا تغيري الى لاسيغ ولا حاجه راح تطرى ايضا هذيك الشعره يعني شويه دونك انا راح نحكي لكم انا قبل في المستاش تاعي استعملت وسائل كثيره استعملت مثلا هذيك البوماد تاع فيت البوماد اللي تحطيها وتبقى 3 دقائق وتنزعيها هذيك انا كنت نستعملها الا في وقت الشده مثلا مزروبه جاتني فجاه حاجه ما عنديش حتى وسيله نزرب نديرها لكن فرانشمون هذيك ما راهيش مليحه خلاص ومن يعني ما ننصحش بكم ننصحكمش بها لانها تنوض الشعره خشينه وتنوضها بكثافه و فريمون يعني اون بليس الرائحه تاعها مش بورتابل يعني اشياء كثيره فانا هذيك اليمينيتها من يعني الوسائل تاعي خلاص كنت زمان صح نستعملها ولكن درك صاي حبست ايضا من بين الوسائل كما قلت لكم براون انا كنت نستعمل هذه ماهيش خاصه بالوجه ولا المستاش عندها راس يعني لا تتحها تكون صغيره هكذا على قد المستاش وتنزعي بها المستاش ايضا كنت نستعملها كما قلت تكون مزروبه هكا نخيب باش ننزعها تجيني يعني اسرع ولكن هذه نفس البرينسيب تاع هذيك البوماد يعني تنوض لكم الشعره كي نقولوا حنا غاتيه وماهيش ماهيش مليحه جربتها ايضا في الوجه بون انا من الناس اللي ما نحبش ننزع شعر الوجه صدقوني حتى في يوم زفافي ما نزعتوش فقط مره اني نزعت جهه الخدود فقط من تحت مي ابارسا انا ما ننزع شعري لانه يعني لابو تاع يعني وجهكم يجعد يعني كيفاش نقولوا حنا فيت في يعني بسرعه يعني ما احنا مازلنا ما وصلناش ل 54 يعني باش نوصلوا التجاعيد راح نديروا التجاعيد قبل يعني بزاف فانا ما ننزعش وجه الشعر عفوا شعري وجهي ساعه تلعب دي هضر برك صدقوني فانا من الناس من شوي كونتر باش ننزع شعر الوجه فيكفيني اني ندير لي موستاش ما يهمنيش لانه لما تتعودي راح يبقى نفس الشعره خلاص لذلك كما قلت لكم ما عادش نستعملها يعني كانت من زمان كنت نستعملها ابروف كو شريت عندي غير لاتيت تاع وين ديري مثلا يديك رجليك مناطق اخرى ولكن تاع الوجه ما شريتش لاتيت
ايضا من بين الوسائل اللي هو بانس اي بيلي او كما نقولوا حنا الملقط ولا اللقاط. انا هذا شاريه هاد البانس اي بيلي دو ايليت، هذا بروفيسيونيل، انا حاطه فيه دايوغ بزاف البان. هو يجي هكذا يعني فيه الضوء، وها هو الضوء، وان بليس دو سا يعني يجيك سهل باش تنحي به. بون انا فرانشمون ايضا كي هو الامر فيه صعيب انك تعياي. تاني حاجة يعني باش تنحي الشعرة بشعرة صعيب بزاف. نيحة الانسان لما يبقاو هادوك الشعيرات الخفاف ينزح بهم في الاخر، مثلا ينحي بلاسيغ ولا تبقى له دوك الشعيرات يعني ينزحهم عن طريق هاد البانس. ولكن انا كنت نستعمله انه الشعره ايضا تنوض لي خفيفه، ما نكذبش جامي. كاين ناس يقولك انا لما نستعمله يدير لي شعره خشينه، ما على باليش، ولكن انا من الناس اللي نوض لي شعر عادي. مازلت لحد الساعه نستعمله، لكن يكون عندي طولان بال باش نحي شعره بشعره. لكن نحب دائما نخلي الشعره تطول مليح باش نقدر نحي الشعره، يعني كما قلت شعره بشعره صعيبه بزاف. دونك هو يعيي، ولكن ايضا كنت من بينها وما زلت من بين الوسائل اللي انا نستعملهم بانس اي بيلي كما قلت. دايوغ انا حاطه هنايا بزاف. ايضا من بين الاشياء اللي انا استعملتها اللي هي لي بون دو سير ولا لا سير. انا ما استعملش بزاف لا سير في كنت بكري 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 كنت نستعمل فريمون صح لا سير اللي نخدموها احنا في الدار، وانا من الناس اللي ما نعرفش نخدم لا سير، لذلك انا ما نحبش نستعمل هذيك الوسيله. الناس اللي موالفه بها يعني عندهم حق، لانه ما كانش ما افيد منها، وما كانش ما يعني تكوني ضامنه انه الشعرات تنزع يعني بطريقه صحيه. كما قلت انا نستعمل هادو لي بون دو سير، هادوما اللي كيش نقولوا حنا هكذا تحكيهم ومن بعد تنحيهم لصقي في بعضهم، تنحي كذا زوج. انا هادو ما نستعملهاش، بالنسبه للناس عندهم هديه انصحهم ما يستعملوهاش كامله. انا نقصهم، نقصها هكذا ومن بعد نحط على كل جهه في الموستاش هكذا باش تجيني سهله. بون هذه تاني نستعملها كي نعود مزروبه، لانه ساعات الانسان يقول يكون مريض ولا يكون ما عندوش الوقت باش ينحي، فنحي بها. ولكن والله هي تنحي لي انا، عجبتني وانا بها. حاجه مليحه فيها انه عندك هاد لي لانجات، لانجات تاعها اللي تنزهي هي لو يخلصوا لك، هذا هو المشكل، انه هاد اللانجات هو اللي ينزع لك هذيك لاسيغ، لانه ما تقدريش تغسليها بالماء، امبوسيبل تغسليها بالماء. هذا مزيل لهذه لاسيغ تاع يعني تجي معاها مرافقه فيها. انا شريتها هذه من فيت ولا كنقولوا حنا بالفرنسيه فيت، فوالا. انا عجبتني، وكاين حتى في يعني في المناطق الاخرى هم يحطوا لك ها هي، ولكن انا ما استعملتش بزاف. كما قلت انا من الناس اللي نستعمل لاباري في المناطق الاخرى، كيما راكو تشوفوا راهم كيما راهم جدد، ما استعملتهمش بريسك، استعملت الا هادو تاع لي موستاش. يبيعوا لكم تاع المايو وحده، تاع كل شيء وحده، يعني حاجه مليحه كل شيء يعني. استعملت ايضا نوع اخر يعني ماخك اخرى، هي بون دو سير ولكن ماخك اخرى اللي هي لورانس جيمو، عجبتني تانيك. هذه خاصه بلي مايو بين قوسين عفوا في المناطق يعني الحساسه، هذه مليحه بزاف يعني صدقوني مجربه وريحتها تعجبني. فوالا كما قلت انا من الناس اللي مازلت نستعمل هاد يعني هذه مؤخرا يعني بديت نستعمل فيهم وعجبتني نتيجتهم، وراني يعني نستعملهم كما قلت كي نعود مزروبه نستعمل هذه، وكي نعود مش مزروبه وعندي الوقت نطولهم مليح وندير البانس اي بيلي. ولكن النتيجه اللي يعني الوسيلة اللي انا حسيتها احسن 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 واقرب اقرب بلد تعرفوها اللي هي الايبيكير، هذا الروسور هذا، فوالا بلك تعرفوه بلك شفتوه. هذا صدقوني انا شفته كوم بار ازار دون اون نو شفتو ماشي في فيديو، ولكن شفتو
في كتالوج وشي باكو، حبيت نعرف شو هذا، ما كنتش نعرفه، فدخلت وشفته وشفت انطباعات مليحه عليه، شريته. عنده بزاف، انا عندي ملي جيت فرنسا عنده بزاف، كما تشوفوا راهو شويه قديم، رائع جدا، انا عجبني. في الاول قلت شو هاد العفسه هادي، واش راح ندير بها، واش راح لكن لما بديت نجربه ونستعمله عجبني بزاف بزاف بزاف، اللي هو هذا الرسور هدايا. كاين الناس، هي الطريقه هذه اخترعوها لانه كاين الناس تنزع الشعر عن طريق الخيط، انا هذيك الطريقه ما نعرفهاش، عييت نتعلمها ما تعلمتش، هي طريقه ثانيه مليحه، ولكن انا الخيط ما نقدرش نحي بها. دونك هما جابوا هذا الشيء، هذا هو برينسيب لو ميم برينسيب تاع الخيط هذاك، نستعملوا الخيط نفس الطريقه. هذا رائع صدقوني، انا عجبني بزاف. ايبيكير هذا تحطيه مثلا على جهه، مثلا نقولوا مثلا ها هو الوجه تاعك او المستاش، تحكميه بهذه الطريقه وتطلعي وتدوري هكذا هكذا هكذا، ها كما تشوفوا هما مديرلك هاد لي بيتي بلاستيك هادو بواني شغل، طلعي هكذا وتنحي، طلعي صدقيني راح تتنحى الشعره من لغليغها كما يقولوا المصريين. فانا عجبني بزاف، فقط لما تخلصي مليحه، لما تخلصي انك ديما كي تجي ديري المستاش تاعك انك تعقبي عليه بال، يعني تحكمي القشره تاع القارص او الليمون وديريها على المستاش هكذا، باش ما ديرلكش تيفيتي ديرلك يعني حبوب او هكذا التهابات. هذه الطريقه ديما نستعملها، كسوسوا نستعمل اي طريقه من هذه الطرق او وسيله من هذه الوسائل، ديما ندير انا القارص في الجهة يعني المنطقه اللي يعني سورتو المستاش، انه حساس الوجه جدا. وهذه الوسيله كيما نخلص ديما ديزانفيكتيها افيك ان ديزانفيكتون دائما، او عندكمش انفيكتون هذا لي ديزانفيكتون ديروا، تقدروا ديروا الكول هكذا باش المره الجايه تكونوا يعني امنين باش ديروا المنطقه تاع المستاش تاعكم. فهذه تليق حتى للوجه، تليق ايضا لجهه الحاجبين، انا ما نديرهاش في الحاجبين عمري، ولكن ديما نديرها في المستاش. فاذا لقيتوا هاد، انا شريتها من امازون، شريتها افيك هكا دي تروك هكا كيما قلت مره اللي فاتت، شريتها مع واحد لي تروك بزاف، هذاك تاع تاع يعني تاع الغسيل تاع هذا تاع باش تنحي لي بوان نوار هدايا. شي ثم بعد بكل بالك مسقا موليش 2 يورو، يعني يعني بري امباتابل. فعجبتني بزاف، فاذا لقيتوها شروها سون، كما قلت شروها بلا تردد. فهذه هي الفيديو تاع اليوم، هذو هما الوسائل اللي انا نستعملهم باش ننزع بهم شعرة المستاش ولا الشعر اللي فوق الشفتين. ان شاء الله يا ربي البنات تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ان شاء الله انتم ثاني تقولوا لي في الكومنتار واش من وسيله تستعملوا، وبالك عندكم وسيله اخرى احسن، وعلى بالي حتقولوا لي ما كانش احسن من الشمع ولا لاسيغ، ولكن انا كما قلت كاين الناس اللي ما تولهمهمش لاسيغ، انا كيما نديرها في المستاش دير لي احمرار وهكذا، فما عدتش نحتمل بزاف، يجوني هاد الطرق اسهل، يعني اما هذه كي عود مزروبه او هذه احسن منهم. من كي تحبوا نوطي لكم يعني نقيم لكم، هادي 4/10، هادي 6/10، 6/10، هادي 7/10، ولكن هادي نعتبرها 9.5/10، لانها نستعملها واني افيكاس. فان شاء الله يا ربي البنات كما قلت تستفادوا من هذا الموضوع، اذا حبيتوا اي موضوع نحكيوا عليه خصوصا مواضيع تاعنا حنا البنات قولوا لي في التعليقات، وبربي ان شاء الله راح نعمل لكم فيديو اللي تحبوها. بسلامه البنات، وكم دايبيتود.